رسوم فتح الملف عندنا 100 ريال. رسوم فتح الملف ولا كشف الطبيب؟ اعتذر منك اخوي، الدواء الان غير متوفر بالصيدليه. طيب تلاحظين شيء على الطفل؟ عياء، استفراغ، يشتكي من بطنه؟ تم رفع بلاغك، شكرا لاتصالك بوزارة الصحة. اخوي لو تكرمت انا في صيدلية مستشفى، خلصت العلاج وعند الصيدلية يقولوا العلاج مو متوفر، مو معقول.